الو ما اشتغل هذا المايك. الو اي هذا هو المايك. ايوه كذا ممتاز. السلام عليكم شباب، معكم جاد. مو جهاد. اي السلام عليكم شباب، معكم جاد ابن. لا مو جهاد. السلام عليكم، معكم ذا سلنجر اول جهدي. طبعا اليوم راح اتكلم عن موضوعين مهمين زي ما شفتون المقدمه الاولى او الاولى. الاولى طبعا اسمي تغير، خلاص راح اسمي نفسي ذا سلنجر بدل جهاد 11. طبعا السبب لان تعرفون حضرت بلاي ستيشن اسمي وحضروني في تويتر، لا مو تويتر، تويتش الغت قناتي كامل وبلاي ستيشن اعطوني حظر، ففكرت ان اليوتيوب وتويتر راح يكون في الطريق يعني. فقلت تدري يا جهاد ابعد عن الشر وغني له، بدل ما تتعب لتبني هذه السنين كلها اللي راح تبني قدام راح يرمي على الفاضي على اسم، فخلينا نبتعد عنهم ناخذهم على قد عقلهم ونغير الاسم. فراح اسمي ذا سلنجر وراح نبتدي بهذا الاسم ذا سلنجر، وهذا كل شيء تقريبا عن اسمي ذا سلنجر. طبعا غيرت اليوتيوب، غيرت تويتر وتويتش اكسترافا جيمنج، الا ما اذا كنت اسوي قناتي تسكرت في تويتش وحولت الى اكسترافا جيمنج، الا ما اذا انا معهم فريق لازم تدري، لان في حساب كذا رابط تحت في اليوتيوب لازم تشترك، وتابعني في تويتر وتابعني في تويتش وتابعني في انستغرام وتابعنا بعد في ستريم في ستيم وتتابعنا في الايتيون، وفي برنامج على الجوال اذا عندك اندرويد ولا عندك ايفون، وتتابع في بعد محل اي في على سناب شات. اي على سناب اهم شيء تبي ما تزعل علي في سناب شات تابعوا، يعني شيء جبار يعني، والله شيء جبار يا يعني. تقريبا هذا كل شيء عن اليوتيوب شباب، غيرنا اسم سمي ذا سلنجر وغيرت تويتر. طبعا الروابط كلها الجديده راح تشوفونها تحت في الديسكربشن، واتمنى يعني تعجبكم، يعني تعجبكم. هذا متعب يتصل عليه، ما ادري ما ادري ايش يبي متعب. الو جهدي. هاي كريزي دي يونيك. هلا جهدي. هلا يا كريزي. الو الو. هلا هلا. اقول لك حب حب. ليه؟ يقولون بي اس ان بقى 3 ايام طايح. اوحو بي اس ان 3 ايام ليه؟ ما ادري عنهم. لا يا صاحبي حرام. شفت شلون على الوقت اللي نحتاجه. ذا موست. The most important day. والله حرام. بقول لك شيء يا متعب. الحين انت جالس تسجل الفيديو حقي. ايش؟ انت جالس اسجلك الفيديو حقي. ايش تسجل الفيديو حقي؟ خلاص جات. وش تسجل؟ خلاص انت بتشوف بعد شوي. والموضوع الثاني اللي بتكلم عنه راح تكون في بطولة ديستني تاريخ 9 جانوري 2016، فيعني هذا الشهر اليوم 4، اتوقع انتم تشوفون الفيديو تاريخ 5، يبقى 4 ايام عن تاريخ البطوله. طبعا الوقت بالضبط ما ادري، وهذه البطوله طبعا لازم انت تكون في امريكا الشماليه، في كندا، امريكا، واتوقع حتى يوروب يقدرون يدخلون فيها، بس اذا انت في السعوديه ما بتقدر. وفي طبعا هذه البطوله الناس مشاهير بتلعبها كثيره، يوتيوبرز، عندك انكوتش، لومي، ترابل ريك، عندك في ناس والله ناس مجانين تلعب. طبعا الناس مجانين، فالله يستر نجرب هذه البطوله ان شاء الله. ما نتكفخ سريع، انا وامجد ومتعب راح نلعب، الا ما يعرف اسامي يمكن جودي انمس واي كازينيك، ومعكم ذا سلنجر ان شاء الله نبدع فيها. فتقريبا اتوقع احنا عرب الوحيدين لحد الحين فريق المؤكد في البطوله، وان شاء الله نسوي شيء زين يعني، نحاول نشوف وش يصير. حاليا نتدرب ونشوف الوضع ان شاء الله يعني. حاليا وضعنا في السليم، امس لعبنا اكثر من جيم سويت، ويعني براكتس سكرمش 3 ضد 3، وكان الوضع مره ممتاز. والبطوله طبعا البطوله راح تكون سكرمش 3 ضد 3، فاذا حابين تعرفون طريقه كيف تلعبون سكرمش 3 ضد 3 اعطوني خبر وراح اعلمكم كيف تسوونها. اعطوني خبر في الديسكربشن حق اذا تبون تتحدون مثلا تكون في السعوديه، في الكويت، في الامارات، في هذه المناطق دول الخليج، او حتى في ميدل ايست كامل، مصر، المغرب، ليبيا، لبنان، اي محل. اعطيني خبر في الديسكربشن تحت، واذا شفت اكثر من واحد بغى هذا الشيء راح اعلمكم كيف تسوونه. فتقريبا شباب كذا وصلنا لنهايه الفيديو، كان معكم ذا سلنجر، اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. السلام عليكم.